وقف 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 طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. لماذا تستمر الحكومة باستهداف المتظاهرين بينما تقف عاجزة أمام الميليشيات التي تطلق الصواريخ والتي وقع آخرها على الأمن الوطني يوم أمس في المنطقة الخضراء؟ ما الذي اختلف بين زمن عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي في استهداف المتظاهرين؟ شهيدان سقطوا يوم أمس بالناصرية بنيران القوات الحكومية وأصيب العشرات. لماذا تدفع القوات الحكومية بالتصعيد تجاه المتظاهرين السلميين؟ ألا يعطي هذا القمع الحكومي إشارة إلى أن الكاظمي لا يسيطر على الأجهزة الأمنية في قمعها للمتظاهرين؟ أليس هو القائد العام للقوات المسلحة وهو المسؤول عن سلامة وأمن المواطنين؟ فكيف نفسر إذن هذه الاعتداءات بحق المتظاهرين والناشطين؟ كيف لنا أن نفسر هروب أطراف على صلة بالمتهمين بفرقة الموت التي أعلن الكاظمي إلقاء القبض عليها قبل أيام في البصرة؟ كشف عنها عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي. كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم. نروح للناصرية حيث أصيب أكثر من 17 متظاهر برصاص القوات الأمنية في مدينة الناصرية بعد تجدد التظاهرات المطالبة بإقالة محافظ ذي قار ناظم الوائلي ومحاسبة قتلة المتظاهرين. مصادر صحفية أفادت بأن القوات الأمنية أطلقت الرصاص والقنابل الدخانية باتجاه المتظاهرين ومنعت تجمعهم قرب ساحة الحبوب وسط المحافظة. طبعا أمهل متظاهرو ذي قار الكاظمي 7 أيام لإقالة المسؤولين في المحافظة وعلى رأسهم المحافظ ناظم الوائلي. جاء ذلك بعد استشهاد متظاهرين وإصابة 17 آخرين في إطلاق القوات الأمنية النار على تظاهرات الناصرية والتي طالبت بإقالة محافظ ذي قار ناظم الوائلي المتهم بقضايا فساد وقمع التظاهرات. طالب المتظاهرون بإحالة الضباط وعناصر قوات مكافحة الشغب الذين اشتركوا بمجزرة الأمس إلى اللجان التحقيقية وإعلان النتائج، وهددوا بخلاف ذلك فسيكون لهم موقف يعلنون عنه في حينه. خلونا نشوف المقطع اللي انتشر قبل شوية على منصات التواصل الاجتماعي حول تجديد متظاهري الناصرية بإقالة محافظ النجف ذي قار العفو وتعيين شخص مستقل لا علاقة له لا بالأحزاب ولا بالميليشيات. نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. العشائر مرفوض، يعني بكل لا العشائر رايدتك، لا ابناء المدينه رايدتك، لا النواب اللي حطوه رايدينك، هاي المنظار مكلب. ليش اخي وليتي اليتي لا نريد من العصائب ولا من الفتح ولا من سائر. هذا التصعيد ما يصير مثل المهلات يوميه، مهله 7 أيام و6 ايام يوميه، مو يحطون لي بغداد يسلفلونه ويودونه. اي عفي هذا خوش حكي، انت ما بي حكي قاعد تقنعني بسم الله. هو اقول لك باوع، هو احنا بالنسبه لنا اذا حطينا لنا واحد من ولايتنا غصبا ما نخلي واحد فاسد كيف لك العباس شلع هيك كنس كنس ما نخلي واحد. كل مره بدنا نقول ما نخليهم والله، ما يكون بس حراميه وكومشنات وعقود. هاي العالم عمك انت الهجوم ما اريد ما انسحب والله، بس واحده بس نائب مصوت عليه، يعني 1,600,000 مواطن عراقي
نص الناصرية. شباب الحبوبي اللي ردوها انتم بالخلية الازمة وقلتوا قلنا لكم عمي ما يخالف، اول مطلب قدمناه قالتوا وسوفتوا، اليوم ثلاث نواب ما موافقين، معقولة يعني على مود ثلاثة ينتابعين الحزب والتيار ما تقبلون؟ ليش بويا يعني ما كوزنين بالناصرية؟ طبعا اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين استنكرت القتل المتعمد والقمع الوحشي الذي يطال المتظاهرين السلميين في محافظة ذي قار، وقالت اللجنة بأن هذا القمع على يد القوات الحكومية يجري بتنسيق مع الميليشيات في المحافظة وبأوامر صريحة من رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، وأضافت بأن الهجمات الوحشية التي استهدفت أبناء محافظة ذي قار أدت إلى استشهاد 3 شبان أبرياء وجرح أكثر من 16 متظاهر، كما جرى ترهيب عوائلهم بملاحقتهم في بيوتهم من قبل عناصر الميليشيات. وحملت اللجنة حكومة الكاظمي المسؤولية الكاملة عن الاضطهاد الحكومي الوحشي في ذي قار وفي باقي المحافظات، مشددة على ضرورة القصاص من القتلة وهم معروفون لأهالي المحافظة كونهم ضباط الدمج التابعين لميليشيات منفذة. من جانبها دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق ينامي حكومة الكاظم إلى وضع حد لأعمال العنف الدامية التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون في ذي قار. جاء ذلك بعد استشهاد 3 متظاهرين وإصابة 17 آخرين بإطلاق القوات الأمنية النار على تظاهرات الناصرية يوم أمس الاثنين. ينامي أكدت إدانتها لأعمال العنف الدامية الأخيرة، لافتة إلى أن على السلطات في العراق إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتقديم المسؤولين عن هذا الهجوم وما قبله إلى العدالة. معنا اتصال. نعم، كرار من الناصرية وهو أحد الناشطين. تفضل أخي كرار، إذا تخلينا بالصورة أكثر اللي صار البارحة وشنو اللي حدث. نعم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. طبعا من الشيات هذا فيها المرس بالقناة كافر من الدخانية في الساعة السنة بعد خلصوا على الدخانية تسجل صارت الحج. احنا كنا جاي طالب دخلي احنا مو مجرمين، فانا جاي وما جاي على على المدة القرار الاتحاد من نشاط السياسة لديه هو اليوم واحد الحافظ على حياتك وحياة عائلتك، أنت تحت المراقبة وأنت وجميع أفراد عائلتك، الأستاذ شرفك هو هذا منصب، هو هذا مجلس، هاي وين صايرة؟ هي إبداعي وين؟ فيها منصب وفيها عائلة صايرة هي، الجو الناشط يطلع تنتسب ويتهدد، تصير أنت دائما تسجل وأنت تنتسب، دائما صاير، يعني حسنا نتفق في الدنيا، هاي ما تراي ثالث عيني كرار تسمعني؟ كرار يعني أرجو إعادة الاتصال لأن هناك مشكلة في يعني صوتك. كرار من الناصرية كان معنا محمد من هولندا، تفضل محمد. محمد انقطع الاتصال. محمد من كربلاء، تفضل محمد. محمد من كربلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. وعليكم السلام، أسمعك. تسمعني؟ الله يحفظكم ويحفظ قناتكم المباركة. الله يسلمك.
الله يسمك ويخليك. قناتكم قناة الحقيقة وقناة الوحيدة الخبر الصحيح. الله يسلمك. والله العظيم. الله يخليك. أخي محمد سقوط شهداء في الناصرية وجرحى البارحة طلعوا تظاهرات سلمية المتظاهرين هناك وتم قتل 2 على الأقل وإصابة 7 17 من المتظاهرين. يعني هذا الاستمرار بالقمع الحكومي والكاظم إجا وعلى أساس تعهد بمحاسبة من قتل المتظاهرين في زمن عادل عبد المهدي ما تغير شيء. يعني آلة القتل مستمرة بحق المتظاهرين. نعم أخويا أستاذ أقمر. أستاذ أقمر أخويا بالنسبة للحكومة الحكومات المتعاقبة والحكومة الموجودة حاليا سنضرب بيد من حديد، سنحاسب الفاسدين، سنقضح الفساد، سنضرب بيد من حديد. وكل شيء ما سووه هذه الحكومة حكومة فاشلة، ولا الشمال ولا الجنوب ولا الغربية ولا الجنوب وإحنا ولا الوسط. أريد هاي الحكومة، هاي الحكومة كلها شلع قلع كنس ما حد يريدها. زين حكومة تعبانة، حكومة إيرانية، ميليشيات، عصابات، آفة، فساد، دمروا البلد، نهوا البلد، دمر العراق من وراهم ورجعوا الدور للمتظاهرين. شنو هو السواء هسه؟ زين؟ نعم. دمروا الفلوس، دمروا الموسم، دمروا التدريب، العراق كله دمروا. زين؟ وهسه جاينا قيس الخزعلي وجاني خالد العامري. زين؟ نعم. على سقط ولاهم للعراق ولاهم الإيران وظلينا بالعراق وظل بالعراق. زين شو القوات الحكومية على المتظاهرين اللي السلميين يعني قادرة عليهم وتقتلهم وماكو محاسبة؟ البارحة هم وقعت صواريخ على المنطقة الخضراء وضربت الأمن الوطني واحترقت السيارات تابعة للأمن الوطني. شو على ولد الخايبة يذبحوهم ويلاحقوهم ويعتقلوهم قادرين، بس على مطلقي الصواريخ ما حد يقدر يحكي ولا أحد يقدر يسولف. مو يعرفون يا أطلق الصواريخ، يعرفوهم حكومة الكاظم تعرفها أطلق الصواريخ وما يقدر يحكي وياه. نعم. زين أستاذ عمر هذه حسبي الله ونحن الوكيل على كل ظالم، حسبي الله ونحن الوكيل عليهم. الله ينتقم منهم، الله لا يستر عليهم. انشق محمد من كربلاء كان معنا. محمد من هولندا يعاود الاتصال، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيب أوام. أهلا وسهلا بك. يا هلا بيك، تفضل. حبيبي هم راح يجيبون جماعة ضحايا وتمام بيت فرقة الموت. قتل متظاهرين. يجيبون مجموعة وراح يحاكمونهم ويعذبونهم. على أساس هم دول قتلوا متظاهرين. فهي مصلحية سواء كم. يجيبون كم واحد يحاكموهم ويعذبوهم. يعني هم يعرفون قتل متظاهرين يعني سرايا الدمار وقيس الخزعلي عصابة أهل الباطل. نعم. زين وغيرهم فهم قتلوا متظاهرين. فدول فقط المواطق عمار جاح يجيبوهم وعدمونهم على أساس هم دول قتلوا متظاهرين. فهي مصلحية. نعم. والكاظمي هو جزء من المشكلة. يعني هم كلهم جزء من المشكلة فيقتلون وقتلون وحمام الدم مستمر. وماكو رادع لا دولي لا عالمي لا عربي يعني تشوف سكوت يعني مو طبيعي. وحمام الدم مستمر لأن هم هذا هدفهم قتل الإنسان العراقي. يعملون كل شيء من أجل المنصب، يقتلون يذبحون ما عندهم مانع. يعني حتى متظاهرين قضية يلحقون بيهم أربيل أخوان يعني متظاهرين تشرين يعني ناشطين يلحقون بيهم أربيل وتركيا يعني حتى يقتلونهم وضربون على بيوتهم يعني رمان قنابل على بيوتهم. وين صار هاي انه واحد متظاهر سلمي يلحقون وتواصل بيهم ان يفجرون بيته يعني يعني شيء ما صاير. يعني احنا نستنكر هذا الشيء ونطالب بحمايه الشعب العراقي حمايه دوليه يعني الى متى يبقى على حمام الدم والاغتيالات والقتل من قبل ايران وعصابات ايران. يعني البارحه هم نفس التساؤل اخي محمد. يعني سقوط هاي الصواريخ على الخضراء وقعت على الأمن الوطني، على الأمن الوطني وحرق السيارات. يعني أسد علي وأمام صواريخ الكاتيوشا نعامتهم. هم ما يفجرون بيوت الناس يا عمر. بيوت الناس متظاهرين سلميين يفجرونها. هم وين ما توقع توقع. المهم هم شكل بيتهم. هم قتلوا مجرمين.
أنا بس عندي ملاحظة. بس القصد تصرف القوات الحكومية يعني تناقض عجيب غريب، يعني قدام المتظاهر السلمي يقتله ماكو مشكلة، هذا يطلق صواريخ عليه يقصفه يقتل أحد أفراد من عنده يحرق سياراته ما يقدر يحكي. يخافون منهم. يخافون منهم أخوي عماتي يعني طلعنا ريشات إيرانية ونحكيها هم نفسهم، هم إحنا ما عندنا دولة، هم الحكومة نفسهم من الشارع نفسهم عائلته إيران. نعم. كهنا مالتهم فهم نفسهم هم اللي يسببون المشكلة أمر. إحنا بلدنا نكون واقعيين محترم من إيران يعني عراق محتل. فما في دولة بالعراق أصلاً، ما في دولة على الكامل حطوا هيك شارع على قوس حاطي مجرد وعود سوف وسوف سوف وسوف. عليكم شكرا أخي محمد من هولندا كان معنا. أبو عراق من الفلوجة، تفضل أبو عراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أنا أشكرك وأشكر الإخوان بالقناة، حياك الله يا أهلا بك. من خلال قناة عزي أهلنا بالناصرية. نعم. ونسأل الله أن يشافي الجرحى. آمين. وإحنا نقولهم إن شاء الله ترى قلوبنا وياكم، والله العظيم والله نقسم لكم بالله قلوبنا وياكم، بس يا أخي والله ما بدينا شيء، نقسم لكم بالله العظيم والله قلوبنا جاي تتمزق عليكم، والله ما إن شاء الله يخلصنا من هذول الناس الظلمة الفجرة. والله يا عمي، والله يا عمي الله يكون بعونهم، الله يكون بعونهم، والله إن شاء الله ينصرهم. والله وأمنا بالله كبير إن شاء الله الله يخلصنا من 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 هالحكومة هاي الظالمة. يا أخي والله والله تعبنا يعني، يعني بالله عليك هسه هسه المتظاهرين ما تقول لي شايل سلاح يا أخي، صوت مالك النوب النوب على تي سب حلقة يعني ما يحكي الله أكبر. يا أخي أنت ما تخليني، ما تخليني أطلع لي بقلبي يعني، حتى صوتي ما تخليك لا مكافحات، ما كافي السياسيين، ما كافي العلماء، ما كافي المراجع الدينية، ما جاي يشوفون هذا الظلم هذا. خلي واحد بيكم شريف يطلع يقول 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 عمي حرام عليكم اللي جاي يسوونه. نعم. هسبكتوا وجاي تبوقون عمي باكر الله شو تقولون لكم؟ هذا الدم هذا الدم هذا الدم ايش صار عندكم رخيص؟ مو دم غالي هذا، دم غالي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وانا اشكرك استاذ عمر. انا اشكرك ابو عراق من الفلوجه كان معنا. طبعا محتجون في ذقار واصلوا لليوم الثاني على التوالي اغلاق شركة نفط المحافظة للمطالبة بتوفير فرص عمل. مصادر صحفية أكدت بأن محتجي محافظة ذيقار قاموا بنصب سرادق الاعتصام عند البوابة الرئيسية لشركة نفط المحافظة ضمن تصعيد إجراءاتهم المطالبة بتوفير فرص عمل لهم ضمن الشركة، وذلك لاستيعاب حجم البطالة الكبير بين صفوف شباب المحافظة. وتتهم شركات النفط أو تتهم شركات النفط بالتوجه نحو تنسيب عمال أجانب لديها بدلا من توظيف العراقيين، والذي يعد أحد أبواب الفساد الحكومي في هذا القطاع المهم. طبعا كذلك خرجت تظاهرة في مدينة الحلة بمحافظة بابل احتجاجا على حملة الاعتقالات الحكومية التي تستهدف الناشطين في الحراك الشعبي. وأكد المتظاهرون بأن ما يجري ضد المتظاهرين عفوا لا سيما في الناصرية يمثل تأكيدا على استمرار نهج القمع ضد التظاهرات من قبل الجهات الأمنية التي تتبع للأحزاب المتنفذة في البلاد. توازيا مع ذلك قام محتجون بقطع عدد من الطرق الرئيسية وسط مدينة الحلة بالإطارات المشتعلة، ورددوا شعارات مناهضة لسلطة الأحزاب وهيمنتها على مفاصل الدولة الأمنية. في النجف كذلك تم قطع أو متظاهرون قاموا بقطع الطريق المؤدي إلى محافظة كربلاء بالإطارات المشتعلة احتجاجا على القمع الحكومي ضد متظاهري الناصرية. معنا اتصال أبو زينب من البصرة، تفضل أبو زينب. السلام عليكم. صل وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أحييك وحني المشاهدين والقناة. حياك الله يا أهلا بك. الله يحييك أستاذ. بالنسبة لقتل المتظاهرين هاي القضية تدخل بها
مصطفى الكاظمي وقصف الصواريخ للمنطقة الخضراء أولا، قال عفوا وبعد قال والخرق الأمني قبل فترة لا تذكرون، قال هذا ما راح يصير لا قتل المتظاهرين ولا قصف المنطقة على قولة السفارة ولا خرق أمني بالنسبة للناس. نعم. اللي صار اللي جاي يصير جاي يجري هو نفسه وبرضات الكاظمي والأحزاب، بس أنا أستمر في الشيء يعني هنا جاي يصير بالعراق. نعم. ألو. أسمعك أبو زينب. نعم. أستمر في الشيء يعني عندنا صمت دولي وصمت الحوزة. بالنسبة للأوضاع اللي جاي يمر بها البلد. من المتسبب؟ أنا أقول أكو صمت دولي وصمت الحوزة العلمية العلمية. نعم. على سقوط المتظاهرين والوضع اللي جاي يصير، وقلت لك صمت الدولي على القتل اللي قتل المتظاهرين طبعا سلميين، والناس جاي يشوفون كل شيء جاي يصير في العراق، ماكو أي إشارة على العراقيين على الحكومة باعتبار المنع أيديهم من المتظاهرين ومن الناس ومن الوضع الكل. والثاني صمت الحوزة أصلا أي تدخل أي تصريح أي كلمة ماكو. لماذا برأيك؟ شو مفسر هذا الصمت؟ هذا التفسير على أنه اللي صوت الحوزة مثل ما الفتوى مال الحاشد يعرف باعتبار أكو تواطئ بين الطرفين. نعم. فما بقول يا اخي هذا صار لنا اشغال، صار لنا سنه ونص الناس تقتل وبالشوارع وكل شيء يصير بها، يعني اقل شيء انتم حوزتنا المفروض تتحرك تحكي بيان كذا غيره، يعني ليش هالشيء الناس جاي يصير بها اشكال وماكو اي كلمه اي تصريح اي منع من الحكومه. نعم. زين أبو زينب، أريد أسألك وأنت من البصرة، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي كشف عن هروب بعض المتهمين الذين ثبت ارتباطهم بفرقة الموت اللي تم اعتقالها وكما أعلن الكاظمي قبل أيام في البصرة. نعم. شو نفسر هذا الأمر؟ هروب بعض المتهمين. يعني علمون شكل بس الشغل شكل آخر ترى. شكل آخر يعني وموافقتهم أصلاً، وأنت لو لاحظ هذا الشيء تعني شيء ضاعس ورا شوية ورا يوم. إيه. تكتم وصمت عن الفرق اللي هتموا فرق الموت، هو من الفرقة؟ من الحكومة من أحزابها؟ ماكو مو من العراقي العادي. أنت شو ذي الكلام؟ أكو أقوى من الحكومة وسلاح أقوى من الحكومة، مين جاب لها السلاح؟ نعم. العراقيين. نعم. ويمر وماكو أي حل للناس واللي ظاهر خاصة اللي ظاهر عليهم لأنه يطالب بحقه، ما طالب في شيء، هو ما راح يفجر ولا راح يقتل ولا راح يسوي شيء. نعم. مستحيل، بس يقول لك أنا أريد حقي كم تعيين خدمات كذا، الوضع السيء منش. نعم. أني أشكرك أبو زينب بن البصرة، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات.
شوف كم واحد عبروه. أهلا بكم من جديد. في أول تعليق له على قصف المنطقة الخضراء في بغداد يوم أمس بصواريخ الكاتيوشا، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن الصواريخ العبثية كما سماها على حد تعبيره هي محاولة لإعاقة تقدم حكومته وإحراجها. أضاف الكاظمي بأن أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستصل إلى المتورطين وتعلن عنهم أمام الرأي العام، وتتجنب حكومة الكاظمي الكشف عن هوية منفذي عمليات القصف المستمرة بصواريخ الكاتيوشا وقتلت المتظاهرين والناشطين المدنيين في بغداد وباقي المحافظات وغيرها من ملفات الفساد المالي والإداري. أنتوا لزمتوهم لزم يد قبل فترة وهديتوهم بأول ساعة، يا إعاقة يا لن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات. العراق صار 18 سنة ساحة لتصفية الحسابات على حساب أمن وسلامة المواطن العراقي. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. أهلا وسهلا بك. بالنسبة لتصريحات الكاظمي الأخيرة على قصف مقر الأمن الوطني اللي هو لا. كان مسؤوله سابقا وهو اللي مسلط ويعرف شكو ماكو، ليش هو رئيس وزراء مين يخاف منه؟ هو كان على المخابرات. نعم ليش ما يصرح يقول جهة الإطلاق مين والمناطق ومن اللي وراء هذا إطلاق المستمر على خرب سيادة العراق وهو رئيس وزراء ويعتبر هذا يعني هو المسؤول على الملف الأمني؟ ليش ما يسميهم من هم العصائب أو حزب الله؟ بس ما عنده القدرة الأمنية ولا حتى السلطة القانونية اللي هو يقول لك أنا ممنوحة، ما عنده لا حصانة ولا كل شيء. إذا صرح ويقول العصائب أو سرايا السلام أو حزب الله تحديدا مثل حادثة البعيثة سابقا من لزموهم هم مثل ما تفضلت قبل قليل هم والصواريخ وطلعهم داسم على صوره بالقنادر حيش السامع داسم على صور الكاظمي، ما قدر يسوي لهم فتشي وهو رئيس وزراء يخاف من ناس يعني ميليشيات. فمصطفى الكاظمي ما يقدر يسميهم لأن هو جزء منهم ويعرف إذا سماهم إيش راح يسوون به، يسقطونه سياسيا ويرفعون الحطانة ويطلعونه خائن رقم واحد. فمصطفى الكاظمي يقطع عهود ثانية لكل الشهداء اللي انغدرهم بالناصرية وبالبصرة، زار عوائلهم ببغداد قال لهم دم أبنائكم في رقبتي وبشاربي، أني أخذ الثار وأني أحقق العدالة. كل هذا الكلام ماله كان كاذب، ما سوى أي شيء. كل المجرمين احنا نعرفهم، المجرمين تابعين أما للقبعات الزرق أو حزب الله أو العصائب. فمصطفى الكاظمي ما قدر يصدر أي مذكرة ولا قدر يسميهم انهم جهه ارهابيه. يعني يسميه خرق وتعطيل للعمليه السياسيه وغيرها او للتقدم اللي جاي يقدم على اساس هذا الكاذب. ما قدر يسمي مطلقي الصواريخ واهل الكواتم يسميهم جهه ارهابيه، وهي صدق منظمات ارهابيه تابعه للدوله وتقتل بالناس. فمصطفى الكاظمي شخص جابوه لفتره معينه ان يريد يوصلوه مثل ما قالها قيس الخزعلي لا تتدخل، يقول له حتى إذا صارت مواقف يقول له لا تتدخل لا تحط نفسك بيها. جابوه لفترة أن يوصل الموضوع للانتخابات القادمة المزورة. فهذا متظاهرين ناصرية أخوتنا في جنوب العراق، هذا القمع بأمر منه غير بأمر قائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي واللي مثل محافظ ذي قار. هو محافظ ذي قار اللي تابعين إلى الشغب والاتحادية وأفواج الطوارئ بأمر منه يطلقون نار حي على المتظاهرين وعلى صدورهم، وهم صدورهم عارية يرفعون بس العلم ومطالبهم الشرعية غير بأمر المحافظ. كلهم انقتلهم بأمر المحافظ. المحافظ يمتلك ذرة من الشرف والوطنية كان بلغ كل المنتسبين اللي هم تحت سيطرته بالناصرية وتحت أمرته، بلغهم لا ترمون إطلاقات حية باتجاه المتظاهرين لأنهم عزل وأبناء محافظة في سبيل يحافظ على أرواحهم ومصير إصابات بهم. لكن هذا الإصابات الإطلاق العيارات النارية المباشرة بصدور المتظاهرين هذا دليل على أنهم المنتسبين الشغب عندهم أمر من المحافظ وعند المحافظ عنده أمر من القائد العام للقوات المسلحة
والاثنين مسنودين من هيئه الحشد اللي هي اعلى سلطه موجوده حاليا. اكتشفنا احنا العراقيين بالفتره هاي الاخيره وثوار تشرين داسم على كل الخطوط وعرفنا ان الحشد بزعامه نور المالكي هم اللي يديرون الدوله وهم له اعلى سلطه. يعني هذا يعني حتى المجرمين اللي جاي يقتلون بالعالم بالبصره وبالناصريه ما حد يقدر يسميهم. سمي اخي سمي قول العصائب والسرايا وحزب الله اللي تابعين الولايين. ما نقصد الحشد كله اللي كان يقاتل التنظيمات الارهابيه، نقصد الميليشيات الولائيه اللي تابعه الى ايران واللي عندها مصالح ايران. وايران اهم من العراق اللي احنا عشنا وتربينا به. نكرم كل اللي ياكلوه وشربوه والعيشه وكل هذول اللي يسمون انفسهم عراقيين تالي وقت ابناء الـ مع الاسف والله ابناء اخي صباح الى المرجع. شلون نفسر انه يعني قاده وزعماء الميليشيات في العراق دانوا الهجوم على المنطقه الخضراء يوم امس بينما ما نسمع لهم صوت من ينقتلون المتظاهرين؟ بالطبع احنا هاي التصريحات لهم المعيبه اللي هم يعرفون منو جاي يطلق الكاتيوشا في سبيل السفاره الامريكيه واللي القوات الامريكيه الموجوده هنا تستبعد طيارة الدرون عنهم. هم خايفين يعني من الأمريكان ما يصرحون. يعني هل يظنون أنه أمريكا بهذا الغباء عندما يطلقون هذه التصريحات؟ الأمريكان يعرفون المناطق اللي انطلقت منها الكاتيوشا ويعرفون من وراها حزب الله. أغلبية الإطلاقات الصواريخ من حزب الله والعصائب، فالأمريكان يعرفون. لكن هم يتسارعوا البارحة باستنكار ضرب المنطقة الخضراء. كل اللي طلع مستنكرم ضرب المنطقة الخضراء هم خايفين من الأمريكان. أما القتل بالأخوتنا في جنوب العراق اللي القتل اللي صار على يد الكواتم والعصائب، لا شفنا المالكي ولا شفنا المرجعية ولا وكلاء المرجعية بالنجف ولا أي بيان صارم لحق دماء الأبرياء في جنوب العراق. ما شفنا أي شيء، لا المالكي ولا هادي العامري ولا مقتدى الصدر ولا كائن من يكون يستنكر قتل المدنيين والمتظاهرين. ليش؟ لأن يعرفون من وراء هاي القتل، يعرفون من قتل الهاشم الهاشمي وغيره وكل المتظاهرين والناشطين السياسيين اللي تم تهديدهم. كل قادة الأحزاب الشيعية يعرفون أن الحشد وراء هذا الموضوع، فما حد يطلع يصرح ويطلع بيانات حقيقية يدين هذا الإجرام اللي جاي يسونه ويسموه مثل ما هو، يسموهم مجاميع إرهابية مثل ما تنظيم القاعدة كنا نحكي به تنظيم إرهابي. المفروض اللي يقتلون العراقيين يسموهم مجاميع إرهابية مثل المجموعة اللي تم القبض عليها بالبصرة. واحنا نعرف منو هربهم الايران ومنو وراهم صالح الفياض وربعه. فشوف حتى مصطفى الكاظمي يخاف من الحشد. لان هو جزء من سرب وما يقدر يصرح خارج السرب. يعني يعرف راح يصير يعني يصير اقتتال على 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 عمليه سياسيه بائسه. واحنا نعرف كل العراقيين ندرك ان الصراع الحقيقي راح يصير على منصب رئيس الوزراء القادم من نور المالكي ومن مقتدى الصدر. راح يذابحون ويحرقون اليابس والاخضر ويحرقون العراق في سبيل منصب مقتدى الصدر والمالكي اللي هم اثنيناتهم اداه جريمه بيد ايران ودمروا من العراق صار لهم 18 سنه. نعم اخي صباح، انا اشكرك. صباح من بغداد كان معنا كرار من الناصريه يعاود الاتصال. تفضل اخي كرار. كرار تسمعني؟ نعم استاذ. تفضل علي. اهلا وسهلا بك مره ثانيه. يا اهلا بك. طبعا المنهج من قبل الميليشيات. نعم. نحن تقنع بينا قدامكم كاظم قبل فتره ذو خليه الازمه تحت الحبوب وقالوا شيلون الخيار بعد ما لو تشوف خيار تسمع نصك اربع ارهاب بالسجن وتزورك بالسجن. لو ظلوا ابواك لاصقه ودمت كل بروج جاي يطلعون يطلعون الناصريه يطلعون المظاهرات لا من اجل محافظ الناصريه ناوي الوائل انت يا الوائل قاتل اجيت عادل عبد المهدي بدحته مجا عايز تقول عادل عبد المهدي اجي رجل سياسي وذاك كل الناس تستقبله من اللي تستقبله احنا كان الناصريه ما نستقبله وهذا ولا تكتيك تهديدات والله يا استاذ انا استعجل تهديد جاني للبيت نعم من قبل الميليشيات. اخي كرار، من هي الجهة اللي قتلت البارحة المتظاهرين اطلقت النار اذا تعرفها بالتحديد؟
جماعة حزب الطالب جماعة الشغب ذول هاي نعم تشكلوا ذول جماعة حزب الطالب هايون تشكلوا إيرانيين مو عراقيين اللي تكبير الدنيا احنا ترى طالعين ترى طالعين احنا ما جايين من ايران ولا جايين من امريكا ولا جايين من روسيا ولا جايين من تويتر احنا عراقيين جاي نطالع نطالب حقوقنا هذول تشكلت هاي الصعوبات شكلوها هم جيشهم هذا ما يسمى الجيش العراقي هذا يسمى جيشهم شو قبل قالوا يسمونه جيش صدام هذول يسمونه الجيش المالكي وجيش الجيش المالكي وجيش فخد علي وجيش عبد العامري وجيش مقتدي هذا جيش الاحزاب مسيطر على الدوله من قبلهم اسم فساد اسم سلاح من كذب اسم مال يقولون كل شيء يسوون اسم ميليشيات كل شيء يقولون يسوون نعم نعم اخي كرار تسمعني لازم تطلع مرجعيه تحكي احنا شباب ناشطين جاي نطلع نطالب حقنا نطالب حقوقنا لا تطلع مرجعيه تحكي ليش المرجعيه ما تطلع تحرم قتل الناشطين ليش ما تحرم هي جايه بها فتوى من علي خامنئي من ايران وما تقدر المرجعيه تطلع فتوى ثانيه خاصه تضرب قلت الفتوى شنو السبب؟ خلي يطلع لنا واحد يقول احنا ترى احنا عراقيين شنو ليش ذنب ليش ذنب فهمت السوره جاي تقتلنا وجاي تنقلنا شنو تسوي؟ لا اذا انت وفر لي حقوقي وفر لي حقوقي انا ما اطلع مظاهره انا دا مرتاح وعندي خدمات وعندي شوارع وعندي تعيين وعندي راتب رعايه جاي يجيني كل شهر بعد على شنو اطلع؟ انا ما طالع اسعاف انا طالع من زين وطالع من زوري انا ما طالع بطران. نعم أخي كرار الوضع حاليا بالناصرية كرار تسمعني؟ نعم سألتك الوضع شلون هسه بالناصرية؟ خذوا الأرسال اللي عندهم الحاضرين جماعة حفظ القانون هذا المشكل هذا الفوز مشكلين المشكلين من إيران مثلين أصابع يعني هو مو شرط يجيك يقتلك هو مو شرط مو كاتب وسوسه ثلاثة البشر ثلاثة من ثلاثة ساعة يقول اقتل هذا هذول من يقتلون لي هذول من يقتلون احنا حتى تصور لي اسوي فتوى يقول له هذا من طالع هذا طالع يحاكم يطالع على هاي الحكومه عند فتوى عند شلون فتوى مثل انت تروح تقاتل فتوى فتوى المرجعيه مال اعلى هذا من يقتلك يقول له انت من قتله هذا قتله حلال هذا قتله علاقه احنا الناس تصور لي ايه تصورنا زي ما جاي يقتلونا اسوي فتوى اسوي نبغي تشيع ليش هو جاي يقتلنا؟ احنا عراقيين وانت عراقي جاي تقتلنا على شنو؟ انا كنت طالع ما طالع بس جاي طالب حقوقي، انا جاي طالب انت حقك انت جندي كم سنه كم شهر صار لك كم سنه راتبك؟ وجاي ذاك ذاك نشر الفاتك انت راتب ما الك انا طالع على موزي انا ما طالع بس على حقي طالع على الحق هذا الشعب العراقي كله. نعم. أنا أشكرك أخي كرار من الناصرية وربي يحفظكم ويسلمكم تحياتنا لأهل الناصرية معنا اتصال عباس من بغداد تفضل عباس أهلا وسهلا بك تفضل نصينا التلفزيون للأخير أخي العزيز نص التلفزيون للأخير إذا تسمعني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شلونك أستاذ أهلا وسهلا بك تفضل أنا قادمك أستاذ العزيز أبو الاسم بالخير نسيتك شلون؟ إن شاء الله خير أستاذك بزيد تسمعنا مو؟ تفضل لا تفضلك ليش تكرون إيران وأبو جمل أبيد وأنا أمر عليك إيه إيه ليش يعني شنو السبب تكرون إيران وأبو جمل اسمها شنو السبب؟ بس عيد الفكرة مالتك من البداية عباس عباس انقطع اتصال مع عباس من بغداد طبعا حملت وزارة الخارجية الأمريكية إيران مسؤولية الهجمات التي يقوم بها وكلاؤها في العراق وقالت بأن الأسلحة التي نفذت بها الهجمات إيرانية الصم المتحدث باسم الخارجية نيد برايس أكد بأن الهجمات الأخيرة في العراق قامت بها جماعات مدعومة من إيران لكن واشنطن لن تساهم كما قال في تصعيد قد تستغله طهران لتحقيق هدفها في زعزعة استقرار العراق على حد تعبيره على صعيد آخر سقط عدد من الجرحى أمس بقصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا استهدفت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء فضلا عن سقوط صاروخ آخر في منطقة الحارثية في بغداد فيما عثر على منصات إطلاق الصواريخ في منطقة الطوبشي في العاصمة بغداد لجنة الأمن والدفاع النيابية
أو قبلها طبعا في محاولة للتنصل من المسؤولية، سارع عدد من زعماء الميليشيات لإطلاق تصريحات أدانت الهجوم الجديد على المنطقة الخضراء في بغداد. زعيم ميليشيا بدر هذا العامري دان الهجوم وقال بأن العودة إلى قصف البعثات الدبلوماسية، وحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية القيام بواجبها في حماية البعثات الدبلوماسية فضلا عن دعوته للحكومة بدعم الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها. مقتدى الصدر قال بأن استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في العراق يزداد، وتهون معه هيبة الدولة أكثر في ظل عدم وجود رادع. ميليشيا العصائب أو زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي قال بأنه يمتلك معلومات حول استهداف المنطقة الخضراء، وأشار إلى أن الإفصاح عنها سيكون فيما سماه بالوقت المناسب. ما تطلع المعلومات إيش تنتظر؟ معنا اتصال أبو شيماء من بغداد، تفضل أبو شيماء. ألو. نعم عيني، تفضل أبو شيماء. أنا سادر. أهلا وسهلا بك، تفضل. تفضل أبو شيماء. انقطع اتصال مع أبو شيماء من بغداد. لجنة الأمن والدفاع النيابية أقرت بأن عودة عمليات القصف الصاروخي في بغداد وباقي مدن العراق هي رسائل من بعض الميليشيات المسلحة دون أن تسميها. وقال عضو اللجنة عباس بأن عودة عمليات القصف الصاروخي هي رسائل من ميليشيات خارج سيطرة الحكومة، واعتبر بأن هذه الرسائل جاءت رفضا لزيادة قوات حلف الناتو في البلاد، وأشار إلى أن الحكومة ملزمة بتطبيق قرار مجلس النواب بشأن إخراج القوات الأجنبية من العراق والذي يشمل كل قوات التحالف الدولي، وحذر من تصعيد الوضع الأمني في العراق. واعتبر مراقبون تصريح عضو لجنة الأمن النيابية بأنه إقرار بمعرفة الحكومة للجهات التي تنفذ الهجمات الصاروخية، وكشفت مصادر سياسية وأخرى مقربة من الحشد الشعبي في العاصمة بغداد على اللقاء جرى صباح اليوم الثلاثاء بين عدد من قيادات وممثلين عن الفصائل المسلحة الرئيسية في العراق ومسؤولين بحكومة مصطفى الكاظمي، عقد في مقر قيادة عمليات بغداد لبحث مسألة عودة التصعيد الأمني مجددا ضد المصالح الأمريكية في البلاد بعد هدوء دام لأكثر من شهرين، متحدثة عن خلافات بين الفصائل المسلحة على خلفية تلك الهجمات. طبعا مثل ما نعرف أنه اليوم أمس تعرضت السفارة الأمريكية وما جاء بها ولا صاروخ، وقع على أحد مقرات الأمن الوطني وسقط أحدها على مقربة منها دون تسجيل أي خسائر بشرية، لكن صور تنبثها على وسائل إعلام محلية عراقية أظهرت أضرار كبيرة في السيارات المتوقفة بمرآة بيتبع لدائرة الأمن الوطني الواقعة داخل المنطقة الخضراء. ويندرج الهجوم ضمن تصعيد جديد بدأ الأسبوع الماضي بالقصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي وقاعدة حرير المجاورة التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، ما أسفر عن مقتل متقاعد أجنبي يعمل مع الجيش الأمريكي وإصابة تسعة آخرين بينهم خمسة يحملون الجنسية الأمريكية، كما أعلن عن وفاة مدني عراقي متأثر بجروحه جراء الهجوم الذي تبنته ميليشيا تطلق على نفسها سرايا أولياء الدم، في إشارة إلى زعيم فيلق القدس السابق قاسم سليماني والقيادي بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس اللذين قتلا بغارة أمريكية غربي بغداد مطلع يناير كانون الثاني من العام الماضي. كما يأتي الهجوم عقب قصف صاروخي آخر استهدف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، حيث تتواجد طائرات سرب F-16 العراقية، وأسفر الهجوم عن إصابة متعاقد أجنبي من جنسية آسيوية يعمل مع شركة أمنية أمريكية في القاعدة. كشفت مصادر سياسية في بغداد وأكلتها أخرى مقربة من الحشد على اللقاء قالت بأنه لم يستمر لأكثر من ساعة واحدة بين عدد من ممثلي وقالة الميليشيات المسلحة، وجرى برعاية رئيس هيئة الحشد فالح الفياض مع قيادات أمنية ومسؤول في مكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لبحث التصعيد الأخير وضرورة وقف الهجمات وضمان العودة لفترة من التهدئة.
ووفقا للمصادر فإن الفصائل التي شاركت باللقاء تنصلت من مسؤوليتها عن الهجوم، واعتبرت بأن من مسؤولية الحكومة الكشف عما يقف خلف هذا الهجوم، وأكدت التزامها بمقررات التهدئة السابقة. كشفت المصادر بأن ميليشيات حزب الله والعصائب والنجباء لم تشارك في هذا اللقاء. معنا اتصال محمد من السليمانية. أبو محمد من السليمانية، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر، أشكرك يا أهلا بك. أهلا وسهلا بك. أشكرك صادر جميعا. نعم أستاذ عمر، على شغلة النازحين الساقين في السليمانية في مخيم عاشتي، هل ممكن من قناتكم تزورهم؟ يعني يعني كل القنوات تبرت، ألا أنتم يعني بكم العمل يعني. الله يسلمك. يا مخيم، يا مخيم، مخيم السليمانية، مخيم عاشتي ناحية عربد. مخيم عاشتي ناحية ناحية عربد، يعني بالسليمانية. تمام. يبعد عنا السليمانية يعني نص ساعة. نعم. اي اريدك يعني تشوف يعني بعينك انت والكادر، يعني تشوف يعني امام المسؤولين وامام هذا، كل القنوات تبرت عنا، الا انتوا العمل ان شاء الله كبير بكم ان شاء الله. بس قل لي ابو محمد احتياجاتكم. نعم. الضرورية أستاذ العزيز، إحنا نريد رود منطقتنا، منطقتنا منطقة منكوبة. نعم. ما لاكو كهرباء ولاكو مي وصلة ولاكو بيت. بيت ماكو، يعني ما أردينا خلاص. نعم. المفجر والمهدم بالشفل. نعم. إيه أستاذ. نعم. العزيز، هسه يعني إحنا بعض عوائل، يعني إذا رحنا هناك سكننا وأنا بعد يعني هسه أنا قضيت بالخيمة هنا 7 سنين، هاي السنة السابعة. إذا أروح أنا هناك يعني وأنا قضيها، أنت خليك مكاني، أنت صاحب قناة ويعني خليك مكاني، يعني لا تلتفت علي. يعني إن شاء الله أبو محمد إن شاء الله يعني نوصلكم في المخيم بإذنه تعالى. وأنا أعتذر منك لأن انتهى وقت البرنامج، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.